النهاردة إن شاء الله هناخد الدرس الثاني في الوحدة اللي هو بعنوان تآكل طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض، فتابعون. اللي ما شافش الدرس اللي فات يقدر يرجع له، هيظهر له دلوقتي في رابط أعلى الفيديو، أول ما لقاهوش يرجع للقناة يلاقي قايمة اسمها بلاي ليست، هيضغط عليها هيلاقي فيها تبويب اسمه شرح منهج علوم سنة تانية إعدادي ترم أول، ادخل عليها هتلاقي كل الفيديوهات اللي احنا رفعناها لغاية دلوقتي بتاعت المنهج، شوف اللي انت عايز تتفرج عليه منه. طيب تعالوا كده نبدأ بدرسنا اللي هو بعنوان تآكل طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض. يبقى ده كده الدرس التاني عندنا بعنوان، ده الدرس الأخير في الواحد، اسمه تآكل طبقة الأوزون وارتفاع درجة حرارة الأرض. الدرس ده لو جينا نبص على العنوان بتاعه هنلاقي ان العنوان ده بيتضمن مشكلتين اتنين، هي دي الدرس كله، ان المشكلة الاولى هي تآكل طبقة الاوزون، والمشكلة التانية هي ارتفاع درجة حرارة الارض اللي هي ظاهرة الاحترار العالمي. طيب تعالوا كده ندخل في المشكلة الاولى بتاعتنا اللي هي تآكل طبقة الاوزون. هي طبقة الاوزون كانت فين؟ احنا خدناها في الدرس اللي فات يا مستر، ان طبقة الاوزون دي كانت في الطبقة رقم اتنين اللي هي كانت طبقة الستراتوسفير. يبقى اذا المشكلة بتاعت تآكل طبقة الاوزون ديت، المشكلة بتاعت طبقة الاوزون دي كانت مشكلة في طبقة ايه؟ قال لك دي كانت مشكلة موجودة، او دي الطبقة دي عموما موجودة في طبقة الستراتوسفير، في طبقة الستراتو ايه؟ سفير. طيب عندي درجة حرارة الارض، المشكلة دي موجودة فين؟ قال لك المشكلة دي موجودة في الطبقة الاولى اللي هي طبقة التروبوسفير، يبقى اللي ظاهرة الاحترار العالمي، الاحترار العالمي اللي هي رفع درجة حرارة الارض ديت، موجودة في انهي طبقة؟ في طبقة التروبوسفير اللي هي الطبقة الاولى. يبقى اذا المشكلتين اللي احنا هنتكلم عليهم النهارده، في مشكله موجوده في طبقه الستراتوسفير وفي مشكله تانية موجوده في طبقه التروبوسفير. يلا كده نبتدي باول مشكله مع بعض اللي هي مشكله تآكل طبقه الاوزون. الاول قبل ما نتعرف على مشكله تآكل طبقه الاوزون لازم الاول نعرف يعني ايه اصلا غاز الاوزون. فلازم هنعرف الاول ازاي بيتكون غاز الاوزون. يبقى هناخد تركيب طبقه الاوزون، بتتركب منين؟ يبقى هناخد بقى عندنا اول الدرس بتاعنا تركيب طبقة الأوزون اللي هو تركيب غاز الأوزون. انت عندك غاز الأوزون عندنا اللي هو رمزه O3. بص بقى كده، انا عندي فيه جزء اكسجين، جزء الاكسجين ده كده الاكسجين اللي هو O2، ده اسمه جزء اكسجين، بيبقى عبارة عن ذرتين اكسجين لازقين في بعض زي بعض، لازقين في بعض كده، ده كده جزء اكسجين. كنت انت خدت ان الرابط اللي هي بتبقى بين جزئي الاكسجين، كنا احنا خدنا ان هو بينه رابطة تساهمية ثنائية. رابطة تساهمية ايه؟ ثنائية. فاحنا هنا يبقى في بينه رابطة تساهمية بين الذرتين بتوع الاكسجين دول. فهنا في حاجة اسمها الاشعة فوق البنفسجية اليو في، اليو في دي لما بتنزل دي جاية من الشمس، من الفضاء الخارجي من الشمس. قال لك لما بتنزل اليو في دي بتنزل على جزيء الاكسجين ده، بتكسر الرابطه اللي موجوده ما بينه ده، بتكسر الرابطه دي خالص. فلما هتتكسر الذرتين اللي كانوا لازقين في بعض دول هيبداوا يتفككوا ويبعدوا عن بعض. جزيء الاكسجين ده بيبقى مربوط، بيبقى ما بينه رابطه تساهميه ثنائيه، يعني كل ذره كانت بتبقى مشاركه باتنين الكترون. انت كنت خدت الرابطه دي في سنه اولى اعدادي. طيب قال لك الجزيء ده لما يتعرض لحاجه اسمها اليو في، اليو في دي اللي هي الاشعه فوق البنفسجيه، والرموز مهمه قوي في الدرس ده لازم تعرفها، نجمع الرموز دي مع بعضينا عشان الرموز دي لازم تتعرف لانه بيسالك فيها. اليو في دي اختصار لايه؟ اختصار لكلمه الاشعه فوق البنفسجيه. ساعات انت تيجي تشتري نظاره شمس تلاقيها مكتوب عليها كلمه الرمز اليو في ده، هتلاقيه مكتوب عليها اللي هي بروتكت يو في، اللي هي بتحميك من الاشعه فوق البنفسجيه. اليو في دي ترجمتها اللي هي اشعه فوق بنفسجيه. فهنا لما بيتعرض جزيء الاكسجين ده للاشعه فوق البنفسجيه، بتكسر الرابطه اللي موجوده بين جزيء الاكسجين. فجزيء الاكسجين ده هينتج عنه ايه؟ قال لك هينتج عنه ان الذرتين اللي كانوا لازقين في بعض هيبعدوا عن بعض. هيبعدوا عن ايه؟ عن بعض، هيديني او واو. كل واحده من الاو دي بعد ما كانوا لازقين في بعض كده هيبداوا يبعدوا عن بعض، زي مثلا كده. بص كده معايا، اعتبر معايا ان دي ذره اكسجين ودي ذره اكسجين. الاثنين دول لما مسكوا في بعض كده، لما مسكوا في بعض، لما كانوا لازقين في بعض برابطه كانت اسمها رابطه، كان اسمه جزيء اكسجين. يبقى كده وهم لازقين في بعض كان اسمه جزيء ايه؟ اكسجين. بمجرد ما اتعرض للاشعه فوق البنفسجيه الاثنين بعدوا عن بعض، فبقت خلاص دي او وبقت دي او تاني. يبقى اذا بقى او او بقت ذرتين اكسجين وهم حرتين. لما كانوا لازقين في بعض كان اسمه جزيء اكسجين،
كان اسمه جزيء اكسجين لما كانوا لازقين في بعض، لما انفصلوا عن بعض بقت دي ذره اكسجين ودي ذره اكسجين. طيب الذرتين دول كل واحده من دي هتروح تشبك او تلزق او تعمل تفاعل مع جزيء اكسجين اخر. بص كده، يعني اعتبر ان ده جزيء اكسجين اهو، ودي الذره وديت الذره اللي هي فكت، قال لك الذره ده هي هتروح تعمل اتحاد مع جزيء اكسجين اخر هتلزق فيه كده. فادتني ايه؟ قال لك ادتني ثلاث ذرات شابكين في بعض. ثلاث ذرات شابكين فين؟ في بعض. الثلاثه دول كده اسمهم جزيء، طالما لازقين في بعض يبقى اسمهم جزيء. اسمه جزيء ايه ده؟ جزيء الاوزون. جزيء الايه؟ الاوزون، اللي هو O3 O3، بيبقى ثلاث ذرات. تاني قال لك يبقى انا الاول كان عندي غاز الاكسجين، كان عندي جزيء الاكسجين اللي هم ذرتين اهم. جزيء الاكسجين ده ايه اللي حصل له؟ جزيء الاكسجين كان عندي اول حاجه جزيء ايه؟ اكسجين. جزيء الاكسجين ده ايه اللي حصل له؟ لما اتعرض لحاجه اسمها اليو في، الاشعه فوق البنفسجيه، كسرت الرابطه اللي ما بينه، فاداني ذرتين اكسجين حرتين اهو، بقت ذره وذره. طيب كل ذره من دي هتروح تشبك مع جزيء اكسجين تاني. جزيء اكسجين تاني هو اعتبر ان هو ده الجزيء، هو ده الجزيء التاني اهو. الذره بقى الحره اللي هي كانت فكت، الذرتين الحرين اللي كانوا فكوا، كل واحده منهم هتروح تشبك مع جزيء تاني اهو، فكونت لي جزيء تالت اللي هو قدامنا ده، اللي هو ايه ده؟ قال لك اللي هو جزيء الاوزون، بيتكون من ثلاث ذرات اهم، واحد اتنين تلاته، ثلاث ذرات اكسجين زي بعض بالظبط، اللي هو الاسري. فهنا كون لي بقى غاز الاوزون. يبقى تاني غاز الاوزون بيتكون على مرحلتين، اول مرحله ان انا عندي جزيء اكسجين، الجزيء لما يتعرض لليو في بينفصلوا عن بعض بيديني ذرتين اكسجين حرتين، كل ذره من الذرات الحره دي بتروح تتحد مع جزيء اكسجين اخر، كل ذره من الذرات الحره دي هتروح تلزق وتمسك في جزيء اكسجين اخر، فلما تلزق فيه بتديني ثلاث ذرات شابكين في بعض، اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو اسمه الاوزون، غاز الاوزون. طيب تعالوا كده بقى، يبقى هنا كل ذره من دي هتروح تشبك مع جزيء اكسجين اخر. يبقى لو هناخدها بقى بالمعادلات، انت عندك اول حاجه الاو 2، الاو 2 اللي هو غاز الاكسجين، جزيء الاكسجين هيتعرض لايه؟ قال لك لما يتعرض لحاجه اسمها اليو في، لما يتعرض لايه؟ لليو في اللي هي الاشعه فوق البنفسجيه، ايه اللي هيحصل له؟ قال لك هيتفككوا عن بعض، هيديني او زائد او اللي هي ذرتين اكسجين حرتين، او زائد او، كل واحده من دي هتروح تمسك مع جزيء اكسجين اخر. يبقى دي المعادله رقم 2 اللي هي او 2 زائد او، اهي كل واحده من دي اللي هي الاو اهي هتروح تشبك مع جزيء اكسجين اخر، هيديني ايه الناتج؟ هيديني او 3، او 3 اللي هو غاز الاوزون، او 3 ده اللي هو غاز الاوزون، غاز الايه؟ الاوزون، اما ده كان غاز الاكسجين. طيب دي كده بنسميها المعادلتين دول، اسمهم معادلتين تكوين غاز الاوزون. المعادلتين دول مهمين، بيسالك فيهم في الامتحان، دي المعادله الاولى ودي المعادله الثانيه، يقول لك دي خطوات تكوين غاز الاوزون. طيب نتنقل بعد كده، عندي بعد ما اتعرفت على ان غاز الاوزون بيتكون من خطوتين، ان عندك الاكسجين بيتعرض لليو في الاشعه فوق البنفسجيه فبيتكسر الرابطه ما بينه وبيديني ذرتين اكسجين حرتين، كل ذره اكسجين هتروح تتحد مع جزيء اكسجين اخر، فلما تتحد معاها تكون لي جزيء ثالث اسمه غاز الاوزون، اسمه غاز الايه؟ الاوزون، بيتكون من ثلاث ذرات متماسكه. طبعا غاز الاوزون ده او الاوزون عموما ده بيكون له ريحه معينه كده مميزه، بيوجد في بعض الاجهزه الالكترونيه، انت ممكن تشم الريحه دي. قال لك مثلا زي التلفزيون، ساعات لما تيجي تقيد التلفزيون كده بتشم ريحه كده من ظهر التلفزيون كده، قال لك دي ريحه الاوزون. عندك كمان ممكن مكنه التصوير اللي بنصور عليها الورق، لو انت شميت منها ريحه كده، الريحه اللي بتبقى طالعه منها دي ريحه الاوزون، قال لك فيبقى دي ريحه غاز الاوزون. تمام. طيب يبقى اذا غاز الاوزون، تعالوا بقى يلا نعرفه، هنقول هو الجزيء ده جزيء ناتج من ايه؟ قال لك ناتج من اتحاد ذره عنصر مع جزيء من نفس العنصر. يبقى اذا غاز الاوزون ايه هو؟ قال لك جزيء ناتج من اتحاد ذره اللي هو الاو دي لوحدها اسمها ذره، ذره عنصر مع جزيء، اوتو ده على بعضه اسمه جزيء، مع جزيء من نفس العنصر. يبقى ده كده تعريف غاز الايه؟ الاوزون. يبقى لما يجي يقول لك غاز الاوزون ايه هو؟ هتقول هو جزيء اللي هو اسري ده جزيء، ناتج منين؟ قال لك من حاجتين، من اتحاد ذره عنصر مع جزيء من نفس العنصر، مع جزيء من نفس الايه؟ العنصر. طيب تعالوا كده ندخل بعد كده على مكان طبقه الاوزون. طبقه الاوزون دي موقعها فين؟ موقع طبقه الاوزون، طبقه الاوزون
ركز معايا. طبقة الأوزون دي موجودة فين؟ موجودة فين؟ في الستراتوسفير. يبقى تقع طبقة الأوزون في طبقة الستراتوسفير. بتوجد على ارتفاع كام؟ قالك بتوجد على ارتفاع من 20 إلى 40 كيلو متر. بتوجد على ارتفاع من 20 إلى 40 كيلو متر فوق سطح الايه؟ البحر. طيب عندك اشمعنى طبقة الأوزون موجودة في الستراتوسفير؟ طب ليه ما كانتش في التروبوسفير أو في الميزوسفير أو في الثيرموسفير؟ اشمعنى الستراتوسفير؟ هنا يسألك سؤال علل، يقول لك علل تتكون طبقة الأوزون في الستراتوسفير. اشمعنى يا مستر الستراتوسفير؟ هنقول له ليه في الستراتوسفير؟ هنقول له لانها اول طبقه من طبقات الغلاف الجوي بتحتوي على كميه مناسبه من غاز الاكسجين. لاننا اتفقنا من شويه لما جيت اقول لك، قلت لك ان اصلا اصل الاوزون كان ايه؟ كان غاز الاكسجين هو البدايه. قال لك يبقى هنا ليه اشمعنى طبقه الاوزون بتتكون في الستراتوسفير؟ هنقول له لانها، الاجابه دي مهمه جدا، اول طبقه من طبقات الغلاف الجوي تحتوي على كمية مناسبة من غاز الأكسجين، لأن دي أول طبقة من طبقات الغلاف الجوي بتحتوي على كمية مناسبة من غاز الأكسجين اللي هو الأوتو. غاز الأكسجين ده بيقابل مين؟ قال لك بيقابل الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس، يبقى الذي يقابل الأشعة فوق البنفسجية. الأشعة فوق البنفسجية دي اللي هي رمزها ايه؟ قلنا رمزها UV القادمة أو الصادرة من الشمس. القادمة منين؟ من الشمس. تاني السؤال ده مهم جدا يا سنة تانية، يجي يقول لك علل ليه بتتكون طبقة الأوزون في الستراتوسفير؟ اشمعنى طبقة الستراتوسفير؟ قلت لك لأنها أول طبقة من طبقات الغلاف الجوي فيها كمية مناسبة، يعني كمية وفيرة من غاز الأكسجين اللي بتقابل الأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس. طيب عندك بعد كده بناخد سمك طبقة الأوزون، يبقى أنا كده خدت موقعها فين؟ هناخد بعد كده سمكها، سمك طبقة الأوزون. احنا طبعا خدنا في الدرس اللي فات ان انت عندك، خدنا ان الضغط الجوي ودرجة الحرارة خدناهم ان هما في الستراتو سفير بيكونوا اقل من الضغط الجوي، اقل من الضغط الجوي ودرجة الحرارة في او عند سطح البحر. تاني يبقى احنا خدنا ان الضغط الجوي ودرجة الحرارة في الستراتوسفير اقل من الضغط الجوي ودرجة الحرارة عند سطح البحر. ليه؟ لان انت عندك الضغط الجوي كل ما طلعنا فوق بيقل فعلا، ماشي؟ فيبقى هنا عند سطح البحر، ده كده سطح البحر واحنا طالعين لفوق الضغط بيقل، صح؟ انت خدت كده، قال لك يبقى فعلا الضغط الجوي بيقل كل ما طلعنا لفوق، يبقى اذا الضغط الجوي في الستراتوسفير اقل من الضغط عند سطح البحر. وعندك درجة الحرارة واحنا طالعين برضو بتقل 6.5 درجات لكل 1 كيلومتر، قال لك يبقى درجة الحرارة بتقل واحنا طالعين لفوق برضو، يبقى الضغط الجوي ودرجة الحرارة في الستراتوسفير اقل من الضغط الجوي ودرجة الحرارة عند سطح البحر. قال لك ده بقى السبب في انتشار غاز الاوزون مكونا طبقة سمكها 20 كيلومتر. يبقى السبب اللي بيخلي طبقة الأوزون كمان تتكون في التروبوسفير في الستراتوسفير ان ضغط الجو ودرجة الحرارة في الستراتوسفير اقل من الضغط الجو ودرجة الحرارة عند سطح البحر، ده ادى الى انتشار غاز الأوزون مكونا طبقة. الطبقة دي سمكها كام بقى؟ سمكها احنا قلنا هي اصلا على ارتفاع من 20 لـ40، على ارتفاع من 20 لـ40. نطرح كده يبقى 40 ناقص 20 يديك كام؟ يبقى السمك بتاعها كده الخريطة بتاعتها سمكها 20 كيلومتر، ودي كده السمك الطبيعي لطبقة الاوزون. يبقى لما يجي يسألك يقول لك سمك طبقة الاوزون الطبيعية كام؟ هتقول له 20 كيلومتر. طيب عندك بقى في عالم انجليزي اسمه دوبسون، اعرف الاسم ده معايا. في عالم انجليزي، العالم ده اسمه ايه؟ اسمه دوبسون. العالم ده هو، العالم دوبسون ده هو افترض، قال لك ان لو طبقة الاوزون ده هي اللي هي سمكها 20 كيلومتر، ده لو السمك ال 20 كيلومتر ده كله اعتبر معايا ان هي دي طبقة الاوزون اللي هي O3، قال لك ده السمك كده 20 كيلومتر، قال لك لو اتعرضت لحاجة اسمها ميم ضاد دال، قال لك ايه اللي هيحصل لها يا دوبسون؟ قال لك هيصبح سمكها بعد ما كانت 20 كيلومتر هيصبح سمكها 3 ملم بس. بص كده السمك ده
قال لك يبقى هيصبح سمكها 3 ملي متر. تاني انت بتقول ايه يا دوبسون؟ دوبسون بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا لو طبقة الأوزون الطبيعية اللي هي سمكها الطبيعي 20 كيلو متر اتعرضت لحاجة اسمها ميم ضد دال. ميم ضد دال ده اللي هو معدل، ميم دي يعني معدل، ضاد الضغط الجوي المعتاد، ودال درجة الحرارة 0 درجة مئوية. لو اتعرضت لده هيصبح سمكها قد ايه بقى؟ شوف السمك ده هيصبح سمكها 3 ملي متر. يبقى العالم الإنجليزي دوبسون افترض ان لو طبقة الأوزون الطبيعية تعرضت لحاجة اسمها ميم ضاد دال. ايه ميم ضاد دال ده؟ يعني معدل ضغط جوي معتاد ودرجة حرارة 0 درجة مئوية. ايه اللي هيحصل لها؟ قال لك هيصبح سمكها، هيبقى سمكها كام يا دوبسون؟ قال لك 3 ملي متر. هيبقى سمكها 3 ملي ايه؟ متر. ركز في المعلومه دي. يبقى دوبسون اللي عالم الانجليزي ده افترض، قال لك ان لو طبقه الاوزون الطبيعيه اللي هي سمكها 20 كيلو تعرضت لميم ضاد دال، ميم يعني معدل، ضاد ضغط جو معتاد، ودال درجه حراره 0 درجه مئويه. السؤال ده بيسالك فيه يجي يقول لك ما معنى ميم ضاد دال؟ هتقول له يعني معدل الضغط الجوي المعتاد ودرجه الحراره 0 درجه مئويه. لو تعرضت له هيبقى سمكها 3 ملي بس. ماشي. طيب كمان دوبسون قال لك ان درجة الاوزون الطبيعية 300 دوبسون. درجة الاوزون الطبيعية بتساوي 300 وحدة دوبسون. 300 وحدة ايه؟ دوبسون. طيب يبقى سمكها 3 ملي متر، سمكها في ميم ضاد دال 3 ملي متر، اما سمكها الطبيعي 20 كيلو متر. يبقى ركز ما تلخبطش بين الاثنين دول. يبقى سمك طبقة الاوزون الطبيعية 20 كيلو، سمكها في ميم ضاد دال قال لك 3 ملي متر. طب درجة الاوزون الطبيعية كام؟ 300 دوبسون. طب هو في علاقة بين ال 3 وال 300؟ قال لك اه. قال لك دوبسون قال لك هو على افتراض ان كل واحد ملي، كل واحد ملي متر من طبقة الأوزون بيقابله، هي 300 دوبسون بيقابله و 100 دوبسون بيقابله 100 ايه؟ 100 دوبسون تاني. يبقى على افتراض ان كل واحد ملي متر من السمك بيقابله 100 دوبسون من الدرجة، 100 دوبسون من ايه؟ من الدرجة. طيب يبقى افترض العالم الانجليزي دوبسون ان طبقة الأوزون لو تعرضت لميم ضاد دال هيصبح سمكها 3 ملي متر، ودرجة الأوزون الطبيعية 300 دوبسون على اعتبار ان كل واحد ملي بيقابله 100 دوبسون. طيب وطبعا الدوبسون دي تاني واحدة، احنا اتفقنا ان الوحدات هنا الرموز هنا مهمة. الدوبسون برمز له بالرمز دي يو، دي يو. يبقى دي يو دي لما تقابلها معناها كلمة دوبسون، معناها ايه؟ دوبسون. يبقى احنا خدنا ان يو في يعني اشعة فوق بنفسجية، دي يو يعني دوبسون، دي يو يعني ايه؟ دوبسون. طب تمام، يبقى احنا كده عشان ما تفصلش مني، يبقى احنا كده خدنا ايه؟ خدنا تكوين غاز الاوزون، طبقه الاوزون دي بتتكون من ايه. بعد كده خدنا مكان طبقه الاوزون موجوده في انهي طبقه، قلنا في ستراتوسفير. تالت حاجه سمك طبقه الاوزون، وخدنا السمك الطبيعي وسمكها على افتراض دوبسون. بعد كده رابع حاجه هناخد اهميه طبقه الاوزون، اهميه طبقه الايه؟ الاوزون. طبقه الاوزون دي يا مستر اللي انت عمال تكلمنا عنها دي اهميتها ايه؟ قال لك اهميه طبقه الاوزون دي قبل ما اخدها هاخد الاول انواع الاشعه فوق البنفسجيه. انت عندك الشمس بيجي منها 3 انواع من الاشعه، ركز بقى كده معايا. هناخد انواع الاشعه فوق البنفسجيه. قلنا الأشعة فوق البنفسجية دي رمزها ايه؟ هنقول رمزها يوفي. دي كده الأشعة فوق البنفسجية. الأشعة فوق البنفسجية دي عندي 3 أنواع. في عندك أشعة، في عندك أشعة بعيدة، أشعة فوق بنفسجية بعيدة، في عندك أشعة فوق بنفسجية متوسطة، وفي عندك أشعة فوق بنفسجية قريبة. تاني يبقى في أشعة بعيدة وفي متوسطة وفي قريب. هناخدها من حيث الطول الموجي. الأشعة البعيدة طولها الموجي، قال لك لازم تحفظ الطول الموجي ده. الطول الموجي ده بتاعها من 100 نانو، طبعا واحدة قياس طول الموجي نانو متر، إلى 280 نانو متر. تاني يبقى الأشعة فوق البنفسجية البعيدة طولها من كام؟ قال لك من 100 إلى 280 نانو متر. الأشعة المتوسطة فوق البنفسجية المتوسطة قال لك طول اللي انتهي بيه ابتدي بيه، انا انتهيت ب 280 هبتدي بيه، يبقى دي طولها بقى من 280 الى 315 نانو متر.
طيب اللي انتهي بيه هبدأ بيه، يبقى الأشعة القريبة طولها كام؟ قالك من 315 إلى 400 نانو متر. تاني بقى من حيث الطول الموجي، أنا عندي أنواع الأشعة فوق البنفسجية، في بعيدة وفي متوسطة وفي قريبة. البعيدة طولها من 100 ل 280 نانو، المتوسطة من 280 ل 315، القريبة من 315 ل 400 نانو متر. طب تمام، ده كده من حيث الطول الموجي. طب تعالوا كده ناخدها من حيث مدى النفاذ، مدى نفاذها من طبقة الأوزون. قال لك البعيدة، الأشعة البعيدة لا تنفذ بنسبة 100%، ما بتعديش خالص البعيدة دي. المتوسطة لا تنفذ بنسبة 95%، أمال إيه؟ قال لك 5% بس اللي بيعدوا تنفذ. طيب القريبة قال لك دي بقى بتنفذ بنسبة 100%، يبقى تاني، يبقى البعيدة ما بتعديش خالص بنسبة 100%، المتوسطة ما بتعديش بنسبة 95%، لكن 5% منها بس اللي ممكن يعدوا، القريبة 100% بتعدي كلها، يبقى بتعدي بنسبة 100%. طيب من حيث تأثيرها على الكائنات بقى، تأثيرها على الكائنات، قال لك البعيدة دي ضر ومهددة لحياة الكائنات، يعني لو الإنسان اتعرض لها تسبب له أمراض وهلاك أو أي كائن حي. عندك دي برضو المتوسطة قال لك برضو ضر، أما القريبة قال لك دي مفيدة بقى، يبقى دي مفيدة للكائنات، لذلك دي بتعدي بنسبة 100%. يبقى تاني، يبقى الأشعة فوق البنفسجية تلات أنواع، في أشعة فوق بنفسجية بعيدة، أشعة فوق بنفسجية متوسطة، أشعة فوق بنفسجية قريب. الأشعة فوق البنفسجية البعيدة طولها الموجي من 100 ل 280 نانو متر، المتوسطة من 280 ل 315 نانو متر، القريبة من 315 ل 400 نانو متر. البعيدة لا تنفذ بنسبة 100% وضر، المتوسطة لا تنفذ بنسبة 95% لكن 5% منها بس اللي بيعدوا وهي برضو ضر، المقاربة بتنفذ كلها بنسبة 100% ودي مفيدة عشان كده بتنفذ. طيب ايه هو النانومتر ده؟ النانومتر ده هو وحدة قياس الطول الموجي، وهو بيعادل الواحد نانو متر بيعادل 1 في 10 أس سالب 9 متر، ماشي؟ والطول الموجي ده انت هتاخده في الترم التاني ان شاء الله. يبقى الطول الموجي تبقى انت عارفه، وحدة قياسه هي النانومتر. النانومتر بيساوي كام متر؟ قال لك بيعادل 1 في 10 أس سالب 9، ايه؟ 9 متر. طيب عندك، تعالى نتنقل بقى ناخد أهمية طبقة الأوزون، ده كان أصلا العنوان. أهمية طبقة الأوزون إيه بقى بعد ما خدنا الأشعة؟ قالك إن هي كده بتعد درع واقي لجميع الكائنات الحية على سطح الأرض، يبقى من هنا بقى بنيت لي أهمية طبقة الأوزون، إن هي تعد درع واقي لجميع الكائنات الحية على سطح الأرض. يجي يقول لك هنا علل، السؤال ده دايما بيجي علل، يقول لك علل تعد طبقة الأوزون، علل تعد طبقة الأوزون درع واقي لجميع الكائنات الحية على سطح الأرض. الأسئلة دي من الأسئلة المهمة جدا، دي بقى أهمية طبقة الأوزون. يبقى لما يجي يقول لك اذكر أهمية طبقة الأوزون، هتقول له تعد درع واقي لجميع الكائنات الحية على سطح الأرض. ليه؟ السبب اللي بيخليها درع واقي؟ هنقول له ايه؟ هنقول له ليه؟ لأنها تمنع او تمتص معظم الاشعة فوق البنفسجية، لانها تمتص الاشعة فوق البنفسجية البعيدة بتمتصها كلها، ومعظم الاشعة المتوسطة، لقلنا في المتوسطة معظم، لان 5% منها بيعدوا، 95 بيمتص، ماشي؟ يبقى هنقوله لانها، يبقى ليه بتعد درع واقي؟ هنقول لانها تمتص الاشعة فوق البنفسجية البعيدة، هي البعيدة كلها بتمتصها، ومعظم الأشعة المتوسطة. ليه بتمتصهم؟ قال لك لما لهما من آثار كيميائية ضارة ومهددة للكائنات الحية. من هنا بقى يجي لي سؤال بيجي لي اكمل في الامتحان، يقول لي الاشعه فوق البنفسجيه اللي هي اليو في ذات اثر نقط، الاشعه فوق البنفسجيه كلها اثر ايه؟ هنقول له ذات اثر كيميائي. يبقى الاشعه فوق البنفسجيه لما يجيب لك اكمل، يقول لك الاشعه فوق البنفسجيه، دي من الاسئله اللي ما بتسيبش امتحان، ذات اثر نقط، هنقول له ذات اثر ايه؟ هنقول له ذات اثر كيميائي. والأشعة تحت الحمراء لسه هناخدها بعد شوية، هنقول له ذات أثر حراري، ده دايما سؤال مركب بيجي على بعضه كده في الامتحان.
طب تمام، الاشعه فوق البنفسجيه البعيده دي ضر، والمتوسطه برضو ضر، امال القريبه المفيده؟ قال لك المفيده دي بقى دي مهمه لجسم الاطفال وللناس عموما، ديت بتساعد على تخليق فيتامين د. فيتامين د ده ما بيتكونش الا تحت الشمس، ولذلك انت عشان يتكون لازم تقعد، دايما الاطباء ينصحوا ان انت تقعد ساعة الشروق، شروق الشمس في الفترة اللي الشمس بتشرق فيها الصبح، وساعة الغروب لما بتكون شعاع الشمس ساعة الغروب بيكون برضو هادي ما هوش ساخن قوي، وساعة الشروق نفس الحكاية. ليه؟ قالك لان في الفترة دي بتبقى الاشعة فوق البنفسجية القريبة اللي هي المفيدة بيبقى النوع ده هو اللي موجود، ماشي؟ فعشان كده ده بيساعد في تكوين فيتامين د، وفيتامين د ده المصدر الوحيد له هي اشعه الشمس. طيب عندي بنتنقل بعد كده على، بما اننا خدنا طبقه الاوزون وتعرفنا عليها وتعرفنا على اهميتها، طب ايه اللي خلاها تتاكل يا مستر؟ ايه المشكله بقى اللي بتقابلها؟ احنا قلنا المشكله اسمها تاكل طبقه الاوزون. طيب ايه اللي خلى طبقه الاوزون تتاكل؟ تاكل طبقه الاوزون. قال لك العلماء لاحظوا سنة 1978 ان في تآكل في طبقة الاوزون فوق منطقة القطب الجنوبي للارض. يبقى فوق القطب الجنوبي انت عندك الكرة الارضية قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي. العلماء بقى لاحظوا في القطب الجنوبي ده ان طبقة الاوزون عمالة تتاكل، سموا بقى التآكل في طبقة الاوزون ده باسم ايه؟ قال لك سموه باسم ثقب الاوزون، سموه باسم ثقب الايه؟ الاوزون. قال لك ان طبقة الاوزون ديت اللي حصلها اتثقبت، ماشي؟ طيب ايه هو ثقب الاوزون؟ هنقول له هو تآكل في طبقة الاوزون فوق منطقة القطب الجنوبي للارض. تاني، ايه هو ثقب الاوزون؟ تآكل في طبقة الاوزون فوق منطقة القطب الجنوبي للارض. يبقى التآكل ده شفناه من فوق القطب الجنوبي. طيب ثقب الاوزون ده اللي بيحصل، قال لك ثقب الاوزون ده اعتبر لو هي دي طبقة الاوزون، الثقب ده اللي هو الفتحة اللي في النص دي او الخرم اللي في النص ده، ده اسمه ثقب الاوزون. قال لك ثقب الاوزون ده هو ايه السبب اللي بيحصل له؟ قال لك ثقب الاوزون ده بيزيد في شهر سبتمبر من كل عام، يزداد في شهر سبتمبر من كل ايه؟ عام. الثقب ده هنقول له يزداد او يتسع في شهر سبتمبر اللي هو شهر 9 من كل عام. طب هنا يسألني سؤال علل، ليه ثقب الاوزون بيزيد في شهر سبتمبر من كل عام؟ خلي بالك هو لما يزيد ثقب الاوزون معناها ان درجه الاوزون الطبيعيه بتقل، خلي بالك من الحته دي. احنا قلنا درجه الاوزون الطبيعيه في دوبسون كام؟ 300 دوبسون. طب معنى ان زاد الثقب، كل ما زاد ثقب الاوزون يعني الفتحه زادت كل ما قلت درجه الاوزون الطبيعيه دي، قلت عن 300 دوبسون، يبقى يزداد ثقب الاوزون في شهر سبتمبر من كل عام. السبب ايه؟ قال لك لان في الشهر ده من كل سنه بتتجمع الملوثات اللي هو بقى الناس اللي بتحرق القش والكلام ده، قال لك فبتعمل لي حاجه اسمها السحابه السوداء. السحابه السوداء ده بيكون اتجاه الرياح في التوقيت ده من كل سنه ناحيه الجنوب، ناحيه الايه؟ الجنوب، فبتاخدها ناحيه القطب الجنوبي للارض، فده السبب اللي بيخلي ثقب الاوزون بيتسع في شهر سبتمبر من كل عام. يبقى هنقول له لتجمع الملوثات في شكل سحابه سوداء تدفعها الرياح في هذا التوقيت من العام فوق منطقة القطب الجنوبي للأرض. الرياح بيبقى اتجاهها في الوقت ده ناحية منطقة القطب الجنوبي للأرض، فبتاخدها الرياح، بتاخد الرياح بقى الملوثات دي معاها وهي رايحة، تمام؟ فده السبب في ان شهر سبتمبر من كل عام بيزيد ثقب الأوزون. طيب عندي بعد كده بناخد بقى مسائل على طبقة الأوزون، يجي يقول لي احسب لي نسبة التآكل أو النسبة المئوية لتآكل طبقة الأوزون. ركز بقى في المسائل دي، المسائل دي مهمة جدا وسهلة خالص خالص، هخليك هتعرفها دلوقتي وهتبقى بسيطة خالص. تعالوا كده يلا ناخدها مع بعض عشان أحل مسائل طبقة الأوزون أو النسبة المئوية لتآكل طبقة الأوزون. لازم الأول أكون حافظ القوانين، لازم أحفظ إيه؟ القوانين. عندي قانونين اتنين لازم تحفظهم، لو حفظتهم يبقى انت كده هتعرف على طول ان انت تحل اي مسألة. القانون الاولاني عندي اللي هو بيقول لي درجة، ده القانون الاولاني، درجة تآكل الاوزون في منطقة ما،
بتساوي ايه؟ قال لك هيساوي درجة الأوزون الطبيعية ناقص درجة الأوزون في هذه المنطقة، درجة الأوزون في المنطقة. ده القانون الأولاني. تاني، يبقى أنا عندي القانون الأولاني بيقول لك إيه؟ القانون الأولاني بيقول لي إن درجة تآكل الأوزون في منطقة ما بيساوي درجة الأوزون الطبيعية اللي هي معروفة، اللي هي 300 دبسون ناقص درجة الأوزون في هذه المنطقة. ده كده أول قانون لازم نعوض فيه في المسألة. طيب القانون التاني اللي هو برضو تكملة الحل، هنحسب بقى النسبة المئوية. يبقى نقول له النسبة المئوية لتآكل طبقة الأوزون في منطقة ما بيساوي ايه؟ هنشد شرط الكسر، هنقول له بيساوي درجة تآكل الأوزون درجة تآكل الأوزون في المنطقة على درجة الأوزون الطبيعية في 100. هضرب الناتج ده في 100 فين؟ في 100. ده القانونين. يبقى كده القانونين الاتنين اللي عندي، القانون الأولاني والقانون التاني، دول اللي هنحل بيهم أي مسألة عن طبقة الأوزون. يبقى هنا درجة تآكل الأوزون في منطقة ما بتساوي درجة الأوزون الطبيعية ناقص درجة الأوزون في هذه المنطقة. بعد كده النسبة المئوية لتآكل الأوزون بتساوي درجة تآكل الأوزون في منطقة ما على درجة الأوزون الطبيعية في 100%. طب تعالوا كده ناخد مسائل على طبقة الأوزون. يجي يقول لي